لو انت عايز، شفت ده فلتر ده اهو، لو انت عايز تنقل كل الاسامي دي كده في الجهة المقابلة دي، يعني مثلا خدتهم كده كوبي وبعد كده نقلتهم هنا، هتلاقي ان الاسامي مش مظبوطة، هتلاقي كلمة قانوني دي ما بقتش قدامها وهكذا. طب ايه الحل؟ الحل اولا لازم تبقى الدي فاليو، ما تبقاش معادلات، يعني لازم يبقى هنا كده قدامها اسم كده عادي. هتروح معلم عليهم كده، وبعد كده تروح دايس كلمة كنترول، كنترول، وبعد كده تروح دايس على ده كده وتعلم عليهم كده، تمام؟ وتروح رايح على كلمة هوم في الرايت، انت عايز تنقل دولت في اليمين، تروح عامل رايت بس كده، ودولت اتنقلوا اهو. لو جيت فكيت الفلتر كل حاجة هتتنقل مكانها. شكرا جدا ليكم، ولو عايز تتعلم اكتر في الاكسل تابعني، هتتعلم حاجات كتير قوي في الاكسل. انا معاكم محمد تحسين من قناة سيرشجي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.